ولمن سجن ابنها
هل كنا ولا ولكم بهذه الفعالية المباركة. المرأة مهما تبلغ في كل دول العالم لا بد أن تراعى وتحترم وتوقر. نعم كنا حتى في الجاهلية يحترمون المرأة يقدرون المرأة. وما سبب دفن البنات أحياء إلا لأجل مخافة أن تغزو قبيلة عليهم ثم تأسرهن. فمن أجل ذلك يخفي ابنته ويؤذي ابنته لكي لا تستهان ولكي لا تضع في يد العدو لأجل الشماتة. اللهم فك أسرانا وأسيراتنا إن شاء الله. وأشكركم طبعا على هذه الدعوة. أتمنى والله أن أحضر بدون دعوة لولا الظروف القاسية التي عندي وهو عدم حصول المركبة وظروف أمنية كثيرة. وإلا والله لوقفت معكم كل وقفة صغيرة أو كبيرة، لكن أعتب على علمائكم مشايخكم ثم ترضون عليهم. لكن أنا أرضى، أنا لساني طويل. أتمنى كل فعالية يحضرون بدون دعوة، لأن هذا الشيء عمل إنساني. لماذا دخلت المرأة السجن؟ ولماذا استشهد هذا الولد؟ ولماذا أودع ذلك الطفل والكبير والصغير في السن؟ إلا لأجلنا جميعا، لأجلكم أيها العلماء، لأجلكم يا كبار السن، أولادكم في الساحات وأنتم تختبئون، أقصى ما عندكم تلزمون المآتم وتجلسون في البراحات وتجلسون تتسامرون إلى الصباح ولا تهتمون بما يحدث في الساحة. هذا حرام، هذا لا يقر العاقل. إذا كنا صدق إحنا أحرار وإحنا نريد النص ونكسر العزة والشرف، لابد أن نجتمع جميعا، لا نفرق بين صغير وكبير ولا نفرق بين رمز وآخر. لابد أن نكون جميعا نهتف جامع جميعا كما هتف إمامنا الحسين عليه السلام في يوم عاشوراء. هيهات منا الذلة.